حياكم الله. نخب أم وجوه مكررة؟ نصبت نفسها نخبا أم نصبت؟ في النحو النصب أداة، هذا في اللغة، ولا أعلم إن كان في السياسة أيضا. الإصلاح السيادي يحتاج لمصلح يقوده، لا مصلح يركعه. الأحزاب تحتاج لبرامج واقعية لا وعود خيالية. يسأل مشهور، هو شاب أردني، يقول: لماذا اليوم السياسي المخلوع معارض مرحلي حتى يعود؟ هل ما زال عقل الدولة اليوم ينصت لمن يعلو صوته؟ هل السياسة تغير المبادئ؟ وهل تغيرها كما قيل مع من له الغلبة؟ تمنينا لو سمعنا من نواب، وهنا لا أعمم، اعتراضا على قوانين الاستثنائية، بل والله كانوا أشد غيرة من الحكومة على مسوداتها. لماذا البعض منهم حريص أن أصبح وزيرا يا رجل؟ الدستور الأردني نيابي، أنت أقوى من 100 وزير، أنت الرقيب وأنت المشرع. هل هناك وعود للسياسيين والحزبيين وكل من تشتهي نفسه منصبا؟ امشي معنا، أمورك تمام، كن قليل الكلام، تصبح وزيرا بسلام. ويبقى السؤال: هل لدينا نخب سياسية أم أنها تفصيل كما يقال؟ ومن الذي يفصل؟ يقول ماهر أبو طير في مقالته اليوم، يختمها: اختبار الأصناف السياسية يكون دقيقا فقط عند تبدل الأدوار، عندها سنعرف من هو عرفي إلى الأبد ومن هو ديمقراطي إلى الأبد ومن يلعب على كلا الحبال. وإياكم نبدأ باستعراض بعض الأرقام حول الحياة السياسية في الأردن. إذ بلغ عدد الوزراء في تاريخ الأردن 749 وزيرا. خلال السنوات العشر الأخيرة بلغ عدد الوزراء 207. قانون الانتخاب عدل من عام 1989 إلى اليوم 6 مرات. قانون الأحزاب عدل من عام 1995 إلى اليوم 5 مرات. واليوم وصل عدد الأحزاب إلى 28 حزبا. أناقش النخب السياسية ومنظومة الإصلاح مع ضيفي، وأبدأ بالكاتب الصحفي الأستاذ حسام ورد. مساء الورد، مساء النور، يا مرحبا بك. وأهلا أيضا بأستاذ التاريخ والحضارة في جامعة حسين التقنية الدكتور بسام الطوش. مساء الخير. يا مساء الورد. ضبط المملكة بدا، أهلا بكم. اهلا بكم من جديد، اسمحوا لي ان اجدد ترحاب بضيفي وابدا باللقاء. اهلا بك دكتور، اهلا بك استاذ. يا مرحبا حسين. يا مرحبا بك استاذ حسين. لمن تصفق الجماهير اكثر؟ وهذا عنوان اليوم لهذا المقال، لمن تصفق الجماهير اكثر؟ قلنا الاجابه لا احد يستطيع ان يعلمها الا من كتب. الصحيح اليوم يعني كما نرى تصفق الجماهير على المدرجات. ومسألة التصفيق يعني أخ عامر لها إرث عميق في تاريخنا والتاريخ الإنساني، يعني مش مسألة يعني عابرة إنه يصفق. في كل الحضارات يعني كان هنالك تصفيق، لكن اللي بهمنا اليوم إحنا كأردنيين، مجتمع أردني، لمن نصفق؟ أنا بعتقد للأحزاب. 70% من الأردنيين، 70% من الأردنيين لا يصفقون، لا بيصفقون، لا يجدون أو لا يرون أو ليس لديهم رغبة في التصفيق. كويس. لأنه التصفيق شو معناه؟ يدل على الإعجاب، سواء كان هذا التصفيق في العالم الواقعي أو في الافتراضي. أنت معجب بشيء، بدك تحتفي فيه، بدك تعبر عن، يثير وجدانك، بدك تعبر عن احترام وتصفق له. إحنا بنحكي سياسياً الآن. سياسياً. سياسي. صحيح. كويس. أنت بتشوف يعني سياسي يخطب وبعطيك شحنة من المعنويات والوعود وكذا، صفق. ويثير، صفق له. اليوم مين هو السياسي الذي يصفق له الأردنيون؟ قليل جدا. كويس. فشلنا حتى في صناعة التصفيق السياسي. ما في نخب اليوم نصفق لها، ما في اليوم إنجازات نصفق لها.
وبالتالي مسألة التسفيغ تطرح أسئلة عميقة في المجتمع الأردني. يعني ليش الجماهير اليوم بتصفق للرياضيين أو بتصفق للمطربين والمغنيين؟ لأنه يشعرونهم على الأقل بسعدهم ويثق فيهم ويقدمون له إنجاز سعادة بنبسط وكذا، وبالتالي هو يدفع تذكرة بمبالغ أحيانا طارئة ويذهب إلى المدرجات ويصفق له ويعتش. لكن في عالم السياسي للأسف لم نستطع يعني أن نجد هذا الفن أو أن نزرع هذا الفن عند المواطن الأردني. ماشي، هذا يثير سؤال النخب. ما أنا قبل ما أروح على النخب أنا بدي أسألك سؤال واقعي، بطلنا نحكي بالافتراض. اليوم أنت قاعد بتقول لي 70% من الأردنيين ما بيصفقوا للنخب طبعا، أو ما بتهم يصفقوا أو ما عندهم اهتمام يصفقوا لأنه صح. ما في هذيك الإنجازات اللي صفقوا لها، ولأنهم لا يثقون فيها. طيب النخب تصفق؟ نعم. طلع لي هون بدك تفرق بين نوعين من التصفيق، التصفيق المصنوع المغشوش ماشي، والتصفيق المقبول المحترم. يعني أحيانا تسمع تصفيق مغشوش ماشي يدل على زي ما قلت واحد بده يبحث عن منصب، واحد بده يعبر عن مجاملة، واحد بده يعني يبحث عن دور، واحد بده يلهب الجماهير في خطابات نارية سواء كان في المعارضة أو غيره، وخاصة يعني من يركب موجة المعارضة. أنا بعتقد هذا تصفيق مغشوش لأنه لا يعبر عن حقيقة الاحترام الذاتي للشخص الذي يصفق بالشخص الذي يصفق له. وهنالك أيضا الصنف الثاني، التصفيق المحترم. أنت تشعر في بعض الأحيان أن شخصا ما أو جهة ما أو دولة ما تستحق التصفيق، وإحنا مرينا في الأردن في مراحل صفق الأردنيين للإنجاز، صفق الأردنيين للشهادة للشهداء، صفق الأردنيين للمشاريع الناجحة. وبالتالي اليوم إحنا لما نحكي عن لمن يصفق الأردنيون، أنا بعتقد حان الوقت لنطرح السؤال التالي، وهو ما الذي يجب أن نفعله لكي يصفق الأردنيون؟ كويس، بدي أروح من هذا السؤال لسؤال، هل لدينا نخب في الأردن؟ نخب سياسية؟ يعني أكيد موجود، يعني مثلنا مثل كل المجتمعات. كويس، هو تعريف النخبة ومفهوم النخبة هي المجموعة المؤثرة الفاعلة المتحركة المبادرة المشاركة الإيجابية. كويس. هذا يعني يفترض أنه موجود في كل المجتمعات وفي كل البيئات. سياسيا أردنيا هل هناك نخب؟ هل موجود أسماء يعني صنعتها الدولة من خلال الوظيفة ومن خلال الارتقاء في السلم الوظيفي، سواء بالسلك المدني بالسلك العسكري بالسلك الإداري، تولوا مناصب تولوا مواقع مهمة في جعلتهم لهم حضور اجتماعي لهم بعد وتأثير ونصنع منهم كوجوه مؤثرة وتنظر إلى الناس، يعني تنتظر منها دور وتنتظر منها مشاركة، تنتظر منها رأي، تنتظر منها موقف، تنتظر منها مبادرات. هذا موجود في برضو المجتمع، صنع نخبه سواء من خلال البعد الاجتماعي، من خلال التراتبية الاجتماعية، من خلال التعليم، من خلال رأس المال، من خلال الحراك الاجتماعي اللي الناس يعني سنة التدافع بين القوى الاجتماعية والناس المبادرين والناس برضو اللي عندهم تطلع إنهم يكونوا مؤثرين وموجودين صاحبين حضور. برضو هدول بيدفعوا ثمن كبير حتى وبيقاوموا رياح الإعاقة اللي بتعيقهم وبتعيق تقدمهم، وفي ناس صنع نفسه يعني من العدم، وأيضا الدولة ساهمت في صنع نخب. وطبعا هذا 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 يعني ما هو تأثير هذه النخب اليوم، ما هو دورها، ما هو مكانتها، مدى الثقة فيها، هذا يطول الحديث فيه. يعني اليوم المجتمع الأردني يعني زي ما تفضل أخوي الأستاذ حسين إنه يعني هو من هو الذي سيستحوذ ويستحق إنه يصفق له أو يعجب به؟ هذا يعني أولا بده يكون عنده مصداقية، عنده تاريخ نظيف، عنده تاريخ إنجاز مشرف، عنده إنجاز، عنده انتماء وولاء للبلد وللمجتمع وللناس وللشعب ولهموم الناس.
صادق مع الناس وصادق مع البلد وصادق مع نفسه، وفي نوع من المصالحة مع الذات. نعم. لكن احنا بنشوف مرات التقلبات الهائلة اللي بتصير في مواقف الأفراد والأشخاص، تتغير المواقف جذريا والآراء بتغير المواقع وبتغير المصالح. كويس. وهذا اللي بيسبب لنا أزمة النخب. سؤال مباشر. تفضل. عندنا نخب من خليات بليه. اطلع علي. هو يعني زي ما تقول عندنا مطربين، عندنا أساتذة جامعات، عندنا طيب. يعني موجودين. كويس. واليوم بنشوفهم، اللي في المعارضة بيصرخ بأعلى صوته، اللي في الموالاة يصفق زي ما قلت، يعني في عندنا نخب. لكن لو بدنا نحط احنا مسطرة لفحص هذه النخب، هون الإشكالية. والإشكالية احنا نصارح أنفسنا انه ليست مسؤولية المجتمع وحده، وإنما مسؤولية الدولة. صحيح. من يصنع النخب؟ يصنع النخب، إما المجتمع يفرز نخبه الاجتماعي وغيره. ماشي. أو الدولة تفرز هذه النخب. إحنا بدنا نسأل مثلاً ماكينات الأحزاب اللي بتصنع النخب، شو الماكينات بتصنعها؟ وجود أحزاب تفرز يعني زعمات. طيب خذ، بدي أدلك على مثل الأحزاب. إحنا مش في مرحلة التحديد السياسي. صحيح. وأطلقنا المسار وسوينا قانون أحزاب ومنظومة كاملة. ماشي. 27 حزب اللي أشرت لهم، اللي تم ترخيصهم، في معظمهم إن لم يكن في كلهم لم يحدث هنالك انتخابات لإفراز القيادة. تصور يعني أنت بتحكي عن هذه الماكينات اللي بدها تفرز الأحزاب، اللي بدها تفرز الديمقراطية، وبدها تحظى ب 41 مقعد في البرلمان، وبدها تقول للمواطن الأردني اذهب إلى الصندوق حتى تنتخبني في البرلمان، هي لا تمارس ذلك. وبالتالي من هذه النخب اليوم اللي أفرزتها الأحزاب حتى تتقدم صفوفها؟ أنا بعتقد أنه إحنا عندنا مجموعة أصناف من النخب. نخب أفرزتها الوظيفة العامة. واليوم ممكن تسأل أنت، إحنا لما بنمر بأزمات، هاي النخب اللي أفرزتها الوظيفة العامة، سواء كانوا رؤساء وزارات أو سواء كانوا وزراء أو نواب سابقين أو عين، وين هم؟ اليوم احنا ما مرينا في أزمة مثلا في القانون، في الجدل اللي صار على قانون اسمع الصوت، واحد منهم غابت النخبة. في الأزمات اللي مرت عندنا كلياتها، هذه النخب الوظيفية في الغالب تغيب. تحضر متى؟ لماذا تغيب؟ في أسباب كثير. أهم سبب، يعطيني أهم سبب. أنا بعتقد أهم سبب أنها ليس تحسب مصالحها بدقة جدا. مصلحة شخصية. مصلحة شخصية. أيوة. في اسباب ثانيه انه يعني احيانا لا يسمع لها، ممكن انه يعني لا تستشار او كذا، بس هذا لا يعفيها انها تخرج للراي العام وتقول والله يعني انا رايي كرجل دولي، او انا رايي يعني كجزء من هذه النخبه انه رايي كذا كذا، لانه هذا المجتمع يحتاج الى من يقوده. المجتمع لا يتحرك هكذا، المجتمع بده بحاجه الى مجموعه من الاشخاص تمثله وتعبر عنه وتساهم في توجيهه. وبالتالي إذا ما وجدت هذه النخبة بصير عندنا زي اللي صار فيما يحدث في قانون الجرائم الإلكترونية. المجتمع يتحول إلى مجتمع من الجدل ومن الصراع، وما بتعرفش وين الصحيح، ومجموعة من الأشخاص يمكن أن تقود في هذا الاتجاه، ومجموعة من الأشخاص يمكن، ويحدث انقسام، وهذا يعني أخطر ما يحدث في المجتمع. في ناس نزلوا بالمظلة، نخب نزلوا بالمظلة ما بتعرفش منين يجوا، وهذا اليوم موجود. لا لهم تاريخ سياسي ولا لهم تاريخ حزبي ولا كذا، يجوا فجأة ويعني استلموا مواقع أو قادوا الجماهير. في ناس زي ما قلت ركبوا موجة المعارضة، لقوها سهل جدا. كيف بدك تقنع الناس وتحوز على شعبية وتحوز على كذا؟ سهل جدا، بتخاطب المعارضة، كل إشي في البلد مدمر، البلد لم ينجز ولا إشي، الحكومات كلياتها فاشلة، مثل هذا الخطاب أيضا بربي شعبية. وهذه الشعب يعني النخب تحتاج على الشعبية. أو اليوم يعني في حكي عن الشعبية والشعبوية وكذا، إحنا اليوم بحاجة إلى صناعة نخب حقيقية، إلى بناء نخب حقيقية تخرج من رحم المجتمع وتعبر عنه بضميرية، مش تضحك على المجتمع بس، ولا إنها تدهن الدولة، إدارات الدولة. بحاجة إلى نخب حقيقية، مصلحة البلد تكون من أولى أولوياتها، تكون جريئة عند الأزمات، تخرج وتتكلم وتخاطب الجمهور برأي صحيح. أما إحنا للأسف اليوم
البلد يعني أخ عامر اليوم للأسف يعني جسم يتحرك بلا رؤوس. الناس اليوم وخاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي ومع إتاحة المجال فضاء الافتراض هذا إنه الناس تحكي وكل واحد يتدخل وهذا اللغط اللي بصير المجتمع يتحرك هكذا. ما في رأس أو مجموعة من النخب اللي تمثل الرأس إنها تقود المجتمع. اتعقلنا الخطاب العام. الناس أحياناً بتوه لأنه يعني مش كل الناس مستوياتهم التعليمية واحدة ولا مستوياتهم الثقافية واحدة. بيجي واحد بقول لك شو بيجي واحد بقول لك شو مصلحة شو دخل ندخل للموضوع يعني إيش شو مصلحة بيقولوا نخب بعض النخب. للأسف هذا الخطاب موجود. والله إذا ما كنت أنت جزء من هذا البلد وجزء من هذا المجتمع وبدك تعتكف يعني عبر عن ذلك. قول والله أنا ما ليش دخل. أما مش لما تكون المغانم تندفع إليها ولما تيجي المناصب بدك إياها تسعى إليها بقدمي قوى وواء إلى آخره ولما تحدث الأزمات أن تنسحب من المشهد. أنا بعتقد يعني سامحني أنه خيبة الناس اليوم في يعني في النخب وحتى في بعض إدارات الدولة هذا سبب أنه بقول لك أنا شو دخلي. هل تكرار الوجوه في الأردن اليوم أقصد هنا تدوير المناصب يعني واضح، هل اليوم تدوير المناصب يقود منظومة إصلاح سياسي؟ ولنا في الأحزاب خير دليل. يا سيدي هو يعني ما في مانع أنه الاستفادة من الخبرات التراكمية لبعض النخب اللي ممكن يستفاد منها في عدة مراحل وممكن يعني إذا كان عندها سيرة ناجحة وخبرات وتجربة محترمة ممكن أن يستفاد منها عدة مرات، ما في شيء بمنع، وخاصة إذا كان جاي عبر صندوق اقتراع أو عبر آليات ديمقراطية، ما يعني أعتقد هذا يعني موجود عالميا. لكن إذا كانت قادمة بالتعيين واختيرت لأنها الأضعف ولأنها الأسلم في التعامل معها والأسهل والأطوع والأكثر مطواعية، هون بيكون عندنا المشكلة. هؤلاء يتكرروا. طيب. هؤلاء يتكرروا. وهؤلاء يتحولوا لأنه الأكفأ ولا لأنه الأطوع؟ لا أنا بشوف. أطوع باللغة صح؟ الأطوع عنده فرص أكثر. الأطوع عنده فرص أكثر للأسف أي حيثما ذهبت يعني. طب هل هذا يقود منظومة إصلاح سياسي؟ منظومة الإصلاح السياسي هاي تستحق أن نتحدث يعني فيها مطولاً. أنا اليوم من الذين يعني يعتقدون بأن لدينا فرصة تاريخية لصناعة نخب جديدة للمئوية الثانية. طب ماشي بالتالي. وعبر منظومة التحديث. كيف نجيب؟ وعطتنا المسارات وعطتنا الآليات وعطتنا الأدوات. أنا واحد من الناس راح أستخدم الحديث تفضل في أستاذ حسين وأستخدمه كسؤال. 28 حزب ما شفنا انتخابات ولا لا أمين عام. يا سيدي هاي معقول هذول كلهم متفقين يعني كل حزب متفق انه فلان امين العام وفلان امين العام؟ طبعا مع احترامنا لهم كلهم احنا بس نطرح سؤال. جيد هاي ظاهرة سلبية ويجب انه يكون برضو للناس رد عليها. هذه الاحزاب غدا ستتقدم الى الجمهور والى الناخبين وستطرح نفسها كحل ديمقراطي وكصاحبة برنامج وإرادة سياسية وإرادة إصلاحية. يمكن ان يحاسبوا انت كأمين عام كيف انتخبت ومن انتخبك وعلى اي اساس وصلت إلى هذا الموقع. يمكن محاسبتهم ويمكن ترشيد هذه التجربة ويجب ترشيدها. وأعتقد أنه في التشريع المفروض أنه يكون يجب أن يكون قادم هذا الأمين العام وجميع الهياكل الإدارية والتنظيمية في الحزب يجب أن تكون قادمة عبر الاقتراع والاقتراع الحر والنزيه وبدون تأثير الهيمنة النفسية والاجتماعية لقيادات محددة أو لرأس المال داخل الأحزاب وهذا سيلعب برضو دور. لكن أعتقد أنه أمامنا فرصة تاريخية اليوم لصناعة نخب جديدة عبر الاقتراع عبر منظومة التحديث السياسي اللي أعطت اليوم دور مهم للشباب، والشباب اليوم عندهم هاي الفرصة يجب أن يلتقطوها ويكونوا إيجابيين ومبادرين ومشاركين بغض النظر عن أي تساؤلات بغض النظر عن أي هنات بغض النظر عن أي يعني ملامح محبطة مثل ما تفضل الأستاذ حسين أنه والله 28 جايين بدون اقتراع. لكن تفعيل دور المواطن وتفعيل دور الشباب والنخب التي يعني تبحث عن دور في المستقبل أو الكفاءات التي تبحث عن أن تصبح نخب وطنية موجودة على الخارطة الإدارة والسياسة، المنظومة السياسية تعطينا هذا،
تعطينا من خلال قانون الاحزاب، من خلال قانون الانتخاب. ماشي ماشي، ما هو احنا توفر لنا هذه احنا دائما نطرح سؤال نقول نعم. بانه احنا ما عندنا قيادات الصف الثاني، مش احنا بنطرح هذا السؤال؟ نعم. طيب احنا قلنا المنظومه الاصلاح السياسي راح تعطينا هذا الخيار، ونزلوا سن الترشح للشباب بحيث يكون دور للشباب، ولما نيجي على الاحزاب بنلاقيه زي ما قالوا. هي بعد الفاصل اطرح السؤال، لماذا ليس لدينا جيل ثاني؟ فاصل قصير اول، تفضل البقيه. اهلا بكم من جديد، جد ترحاب بضيفي واعود لاطرح السؤال. احنا عندنا صف ثاني بالاردن نخب؟ اطلع خليني يعني افصل في الموضوع حتى ما يبدو الجواب سطحي وكذا. كويس. اذا بتحكي عن النخب السياسي، سياسي في السياسه، اليوم احنا من يتصدر المشهد؟ احنا قلنا مين هم اللي بتصدروا المشهد. طب كيف تتوقع من هذه النخب اللي احنا اشرنا اليها انها لا تمتلك اليوم يعني معظمها، طبعا احنا لا نعمم، معظمها لا يمتلك مقومات صناعه نخب جديده، لا يمتلك مقومات قياده يعني جماهير، لديه رغبه يعني كبيره جدا في ان يبقى هو في الصف الاول وهو الوحيد. يعني هي شغله قحمه. انا يعني بسؤال، يعني وصلت لهذا الموقع اتمترس فيه وأحافظ عليه وأبذل الغالي والنفيس حتى أبقى فيه. هل من المعقول في ظل هذه العقلية وفي ظل هذه المستويات أن يفكر بإنتاج صف ثاني؟ لا. أنا بعتقد هاي إشكالية كبيرة إذا كانت في المجال السياسي. اثنين، أنه ما في ميزان يعني من العدالة يعني لاختيار النخب التي تمثل، خاصة في إدارات الدولة. يعني إذا بنحكي عن الجانب الرسمي ما في مقاييس من العدالة من الكفاءة، معظمهم زي ما قال مطواعين كذا، وبالتالي هو ما صدقوا إجالة يعني قاد هالموقع هذا، جت اللقمة للثم. يعني كيف احنا يعني ليست على صعيد النخب اللي بتشتغل في السياسة، اللي على أطراف السياسة. يعني يعني اليوم أنا ببحث، أنا يعني كاتب يعني صحفي، ببحث عن الصف الثاني من الكتاب، ما في اليوم. أنا مثلاً يعني في الصعيد الإداري، في صعيد الوزير والأمين العام، هذا منصب سياسي المفروض يكون، وهذا منصب إداري. كل ما بيجي وزير بغير أمين عام. الأمين العام في تاريخ الأردن كان يظل بوزارته مرات يعني بهرم 15 سنة و20 سنة، وهو يعني هو مركزية الوزارة، هو يعني الجانب المهني، هو إداري، وهذا المفروض أنه يربي صفوف إدارية ويطلع جيل مجيل. إجت بعض القوانين أيضا وساهمت في تحطيم الصف الثاني. يعني مثلا انت لما تربي واحد في الاداره العامه وتعطيه خبره 28 سنه مثلا او 8، وفجاه ولا هو طالع وما عديت انت اللي بعده، وبالتالي صار في عندنا صار عندنا فرق في الاحزاب. بدي اضرب لك مثلا، تفضل. في مجموعه من القيادات الديناصوريه اللي هاي يعني تاريخيا وهي في صداره المشهد دائما هي التي تحظى بالمواقع العام، ويعني واقع هذا انه في امناء عام احزاب او في النقابات حتى في مؤسسات المجتمع المدني خدمت في الامان العامي او كذا بجوز 15 او 20 سنه ولم تتغير. السؤال اليوم انا كيف بدي اقنع الشباب اليوم، الجيل الجديد اللي صارت بيني وبينه فجوه كبيره. صحيح. اليوم بين جيلين صارت، انه تعال انه تعال يعني تعال شاركني. تحول هؤلاء الشباب يا أستاذ عامر إلى مجموعة من الشيالة، الكبار بيشيلوا عليهم وهذول المساكين بروحوا بيشتغلوا وبنظوا، ثم يكتشفوا الخيبة أنهم ما وصلوا للمواقع اللي كانوا يحلموا فيها أو
يعني بحكم التدافع العادي السياسي انه المفروض الشاب هذا لما بيخدم في حزب او لما يعني بيشتغل في حزب انه يصعد، ظله في نفس المكان، بل تم اقصاء بعض الشباب من الاحزاب في سبيل انه الامين العام يورث فلان او يجيب ابنه او يجيب كذا. وصلنا للاسف الى مثل هذه الحاله في يعني تغييب مش الصف الثاني حتى في الكفاءات العاديه الى حاله من التكسير. شهدنا حتى لا يكون هناك بديل عنك، يعني شهدنا في تكسير. اليوم احنا بنشهد في مجتمعنا حاله من تكسير الرموز، حاله من تكسير القيادات، حاله من تكسير الشباب، وهذه الحاله لا تتناسب مع مرحله البناء او التحديث. كويس دكتور، الاصلاح يعني في عندنا خلل بدنا نصلحه، صحيح، يعني هذا على اقل تقدير المفهوم اللي بنعرفه. طيب اذا احنا كان عندنا خلل في النخب، طيب هاي النخب راح تساهم بترميم ونروح على الاصلاح ولا مش غير قادره على انها تمشي بالاصلاح؟ سيدي في نخب تقليديه ليس لها مصلحه في الاصلاح ابدا، وهي استمرأت البقاء في الصورة وفي المشهد والاحتكار، احتكار المواقع، احتكار التمثيل، احتكار الكوتات. يعني مثلا احنا بنشوف اليوم عند تشكيل اي حكومة في عندنا كوتات للمحافظات، خلص حافظين لهم 3-4 بكل محافظة، حركهم على مدار 4-5-6 حكومات بضلهم متوالين. ما طب في بالمحافظات في كفاءات، في شباب، في قيادات، في وجوه واعدة، في ناس تبحث عن دور، تبحث عن خدمة، عن خدمة بلدها، عندها أفكار، عندها رؤى، مستعدة أن تقدم وتبذل بصدق وبإخلاص، لكن مسكر عليها. نيجي اليوم لمسؤول، مسؤول ضعيف وقع يعني جبرا وقصرا على موقع ما، نعم. هذا الشخص ليس له مصلحة في اختيار فريق قوي يعمل كل طاقاته ويشغل كل إمكاناته في البحث بالمجهر عن الفريق الأضعف ويأتي به ليجلس معه على الطاولة. بيجلس معك على الطاولة بهز راسه وبوزع ابتسامات، لكن هذا لن ينفعك بكرة في الميدان. أولا ما بيساهم معك ولا بيساعدك في صناعة قرار رشيد، وثانيا عندما تأخذ أنت القرار وتأخذ السياسة وتذهب إلى التنفيذ هو عاجز، أعجز من أنه يذهب إلى الجمهور ويسوق. وإحنا شفنا أمثلة كثيرة. مثال إحدى الحكومات لما وقعت بالتلم في موضوع ضريبة الدخل، حاولت ويعني وبعثت بالفرق الوزارية إلى المحافظات، عجز تام، ما قدروا يحكوا مع الناس. أنا كدولة ليش أتاجر فيهم هدول؟ ليش أظني أكررهم وأعيد إنتاجهم وأنا عند ساعة الصفر ما بلقاك بتقدر تفتح تمك بكلمة وما بتقدر تنتزع أي مصداقية أو أي ثقة أو أي موثوقية لدى الرأي العام ولدى مجتمعك؟ أنت مثلا حطيناك 3-4 وزارات، أنت بتمثل محافظة كذا، لما يجينا بدنا نروح على هاي المحافظة ما قدرتش تنزل على الميدان، ما قدرتش تروح تقعد عند قرايبك عند جمهورك تحكي فيه. فهاي نخب عبء على الدولة. أنا أعتقد اليوم نحن أمام فرصة تاريخية من خلال الانتخاب القادم، مجلس النواب القادم، من خلال الأحزاب، من خلال تفعيلهم. بدنا نرجع إحنا، المشكلة بموضوع الانتخاب ترجع على المواطن، على الناخب. يسيدي دورنا إحنا كمواطنين وكناخبين. إحنا بدنا ننتخب واحد قرابته، ما بكرة قرابتك. ما إحنا لازم نطلع منها. لازم واحد بحزب واحد بقائمة، انت لك صوتين يعني. بروح بنتخب قرابتي بالحزب وبنتخب قرابتي بالقائمة. يعني اسمح لي اخ عمر اجاوب يعني السؤال. احنا اليوم بدنا نزرع الامل عند الناس. الوضع انا معك، لما بدك تشخصه حقيقة وضع محزن يعني. صح. احنا بنعيش يعني في مرحلة، وبالمناسبة يعني هذه بندفع استحقاقات، مش اليوم اجت ولا في لها اسبابها، سواء كانت الداخلية او سواء كانت الاقليمية او الخارجية، لها اسبابها والتاريخية وغيره. اليوم احنا اطلقنا مشروع التحديث السياسي، وانا بعتقد زي ما قال الدكتور بسام، اهم ما فعلناه في ال 25 سنة الماضية، بل بجوز يعني أكثر، أنه أطلقنا مثل هذا المشروع. لأنه لا يمكن للدولة الأردنية أن تسير إلى الأمام بغير هذا المشروع، لكن لابد أن تتوفر الضمانات والمناخات الحقيقية لإنجاح هذا المشروع. يمثل هذا المشروع اللي صفق إلى الأردنيين الأمل لدى كل مواطن أردني إلى أنه ينتقل إلى الدولة الحديثة، إلى دولة المواطنة، تكافل فرص، إلى تكافل الفرص، إلى العدالة، إلى المشاركة، إلى كل هذه، إلى صناعة النخب الجديدة. نستطيع أن نفعل ذلك،
ليست معجزة هذه اليوم إن نبدأ المشوار بصناعة النخب، لكن يجب أن نتوقف اليوم. شو أولويات الناس اليوم؟ أنا بعتقد أو يعني الدولة تتحمل مسؤولية ذلك، أن تتوقف الدولة اليوم، إدارات الدولة عنه، أن تتوقف وتقول لنفسها ما الذي يجب أن نفعله في المرحلة القادمة. المجتمع بحاجة إلى نفطة، إن ننفض المجتمع. وأنا طرحت أول امبارح قلت إنه من مجالات طرح يعني تغيير ثقافة المجتمع، خلي الجامعات أو مشروع للدولة، مشروع ابتعاث وطني، إنها تبعث الشباب. إحنا يعني بنحكي عن 10 سنوات قادمة لإنجاح هذا المشروع، خليها الدولة تبعث بالسنة 2000-3000 شاب يدرسوا في الجامعات ويتبادلوا ثقافيا مع المجتمعات الأخرى ويتعلموا من التجارب وكذا ويرجعوا لنا. إن نخرج هالمجتمع، مش معقول إنه إحنا عندنا الطلاب بدرس البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في نفس الجامعة في نفس المحافظة، ما بشوف غير نفس الوجوه، ما بتعامل إلا بنفس. لا يمكن أن نصنع مجتمع ولا تغير ثقافته بهذه الحالة. وفي مجالات أخرى يعني يمكن أن نسير فيها لإعادة الثقافة، ثقافة اللي بفرزها مثل هذا المشروع. أما والله إذا ظلينا اليوم نلوم حالنا وننتقل، يعني أنت سألتني عن التصفيق، وننتقل 70% لا يصفقون، بس 70% أنت بتشوف شو بيساووا؟ يلطمون، بلطمون بالمقابل، بالمقابل شكوى، تذمر، يأس، انسحاب المشاركة العامة. 70% هذول لازم نشتغل عليهم إذا بدنا ننجح الدولة. الدولة يعني لا تفكر إنه المرحلة القادمة راح تكون سهلة علينا، يعني سواء على صعيد التحديات الداخلية، عندك اقتصاد أنت شايف واليوم أزمات في العالم بتصير، وضعنا الاقتصادي، البطالة، الفقر كذا، عندك أزمات في المحيط، في الإقليم، ما بنعرف شو بكرة بصير في القضية الفلسطينية، ارتداداتها شو طيب. شو يعني هذه الدولة الصهيونية يمكن أن تفعل. اليوم يجب أن نستعد لذلك. الدرع الذي يحصننا أنا بعتقد هو مشروع التحديث السياسي أو الإداري والاجتماعي. بس وبالتالي أنا بعتقد أنه يعني بس خليني أكمل، ما هو بده روافع، هذا الدرع ما بدوش روافع شيء. بعد 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 مرور بعد مرور 25 عاما على المملكة الرابعة اللي هي دخلت في مرحلة التحديث السياسي والإداري والاقتصادي، يجب أن يكون هنالك جلسة في إدارات الدولة وأن تضع مقترحات حقيقية للبدء في مرحلة التحديث وفق أسس جديدة، وفق معايير جديدة. وأول ما يجب أن تبدأ به إعادة ثقة المجتمع بمؤسسة. هذا يتطلب صناعة نخب جديدة. نخب جديدة ولدينا الفرصة. تصنع؟ تصنع تصنع وتصنع نفسها برضو. في ناس صنعوا نفسهم، أولاد حراثين وطلعوا وصنعوا نفسهم، وفي برضو ناس يعني الظروف والبيئة المساعدة بتساعدهم إنهم يوصلوا. لكن اليوم إحنا أمام فرصة تاريخية من خلال منظومة التحديث السياسي واللي تحت رعاية مباشرة من جلالة الملك سمو ولي العهد. وأنا بعتقد ومن خلال بشوفه اليوم إنه يعني مثلا في مؤسسات تقوم بدور مهم بصناعة النخب الشبابية. مثلا صندوق الملك عبد الله عنده سلسله من البرامج مهمه جدا، مهمه جدا قياديه. مؤسسة ولي العهد برضو عندها سلسلة من البرامج، مجموعة من البرامج بتساهم في صناعة نخب شبابية احنا اليوم لا نراها لكنها ستكون لها دور، وهذا الدور سيظهر من خلال انخراطها بالعمل السياسي، من خلال عمل طلابي، من خلال البلديات، من خلال اللامركزية، من خلال البرلمان، من خلال الأحزاب. وما في اليوم مبرر لأن يعني ينتظر أحد أنه يأتيك أحد يحملك ويضعك في الموقع الذي تريد. يجب أيضا أن تكون مبادر وأن تكون إيجابي وأن تكون مشارك وأن تكون عندك الثقة بنفسك. ماشي. الثقة ببلدك وبمستقبلك. شرط واحد. نعم. إني أشعر إنه سياسة الدولة قاعدة بتتغير. جيد. اليوم لدينا الإرادة السياسية. معلش أنا أنت اليوم قاعد تطلب مني كشب إني أروح أكون إيجابي وأروح أفوت على الحزب وأشتغل. نعم. وأنا غير شاعر بأنه هناك عدالة مجتمعية على أقل تقدير. يا سيدي يا سيدي سربي. مشكلاتي أنا كشاب والتحديات التي أواجهها أنا أعتقد من خلال مشاركتي ووصولي إلى مطبخ القرار ومراكز صنع القرار وأن أصبح مؤثر، هذا سيساعدني في توليد سياسات، تشريعات، برامج تساعدني في التغلب على التحديات. لكن إذا ذهبنا إحنا إلى الإحباط وإلى الانسحاب وإلى السلبية هذا سيعمق الأزمة، أزمة الشباب أولاً،
وانا واحنا بنشوف احنا جلاله الملك سمو ولي العهد اهتمامهم بالعنصر الشبابي انه يعطى الفرصه، وانا اللي بتمناه انه احنا مؤسسات الدوله فعلا ان تترك لهذه العمليه ان تسير في مساراتها الطبيعيه كما هو مخطط لها وبدون عرقله. العرقله مؤسسات الدوله بتخرب علينا. ما بعرف اي مؤسسات دوله تقصد، بس في منها كثير مرعوب. المفروض انه ما في رعب، المفروض انه في اراده سياسيه، في اراده ملكيه ورعايه ملكيه ودعم ملكي مباشر، في توجيه ملكي مباشر للجميع بانه هذا مسارنا للمستقبل ويجب ان نمشي فيه. وبرضو احنا كمواطنين وبرضو النخب السياسيه، اليوم النخب السياسيه غير قادرة على الانخراط في العملية السياسية والنزول إلى الشارع. في ناس ما بده ينزل لا يغلب حاله يشكل حزب ولا يروح على عامر الرجوب ولا حسين الرواشدي وبسام البطوش على بيوتهم ويقول لهم تعالوا تفضلوا معي على حزب، ولا بده ينزل على انتخابات. بده هذا بالباراشوتات، ابعث هويتك على الواتساب. بده بالباراشوت. الدولة متعود، الدولة ظلها تحمله من موقع إلى موقع. هؤلاء تحولوا إلى عبء على الدولة. واليوم الحجم الكبير من الإحباط واليأس والنقد السلبي والقاسي اللي بصير هو في الأساس على أداء هؤلاء، على هذه الوجوه المكرورة اللي استنزفت. ماشي، بدي أروح على فاصل. بعرف بدك لك مداخلة بس بدي أروح على فاصل. ماشي. وبعد الفاصل بدي أضيف لك سؤال. تفضل. اليوم برأيك الشباب كلهم تتجه نحو الحزبية ولا نحو رغيف الخبز؟ بعد الفاصل استمع للإجابة. تفضلوا بالبقاء معنا، فاصل قصير. أهلا بكم من جديد، ترحاب بضيفي وأعود لأطرح ذات السؤال. اليوم الشباب يقول لك اولويتي انا بدي رغيف خبز، بدي اتوظف، بدي اشتغل، والحياه الحزبيه يعني اذا ارتحت اقتصاديا انا بروح على الحياه الحزبيه، وبالتالي هذا مش راح يولد عندنا نخب، وهذا سيقود من يفكر اليوم انه والله استاذ حسين انت كويس، والله شكلك لازم تكون وزير وعشان هيك لازم تكون معنا بالحزب، وهي الوعود والاطماع للسياسيين وما الى ذلك. والله يطلع علي، خليني اقول لك بس هذا بصير طبعا بصير، وكل مجتمعات عامر بصير. صحيح. يعني اللي بروح على حزب في امريكا الجمهوري ولا الديمقراطي يعني هو بروح اكيد في مصالح. ماشي. اليوم اللي بروح على حزب، انا قبل ما اجاوبك بس بدي اشير لنقطه مهمه، انه الاردنيين سواء كانوا شباب او غير شباب اليوم يدفعون ثمن لخيبات حصلت على مستويين. المستوى الاول في طبقة المسؤولين في إدارة الدولة أو بعضهم، والجزء الثاني في خيبتهم بالنخب التي تمثلهم، سواء كانت هذه نخب حزبية أو نخب نقابية أو نخب أكاديمية. في عند الشباب اليوم وخاصة قطاع الشباب، احنا اليوم لما نتكلم عن الأردنيين بالمناسبة 70% منهم شباب، يعني انت بتتحدث عن يعني معظم الشعب الأردني اليوم يعني قديش عمره تحت 50 سنة، تحت 45 سنة، بالتالي عنصر شباب. هذول لما يشعروا بالخيبة من هذه الطبقة السياسية ومن هذه الطبقة الأخرى التي تمثل المجتمع، تتصور إنه خيار ثنائية الحريات أو الديمقراطيات أو رغيف الخبز أو إنه أستر حالي، صحيح، إنه هذا يعني يحتاج إلى إجابة معجزة؟ لا، لا يحتاج إلى إجابة معجزة، لأنه الشاب اليوم اللي ما عنده وظيفة شو بفكر؟ بفكر بالوظيفة. صحيح. الأب اللي ما عنده دخل يكفيه يزيد الدخل، بده يصير له دخل. صحيح. وبالتالي قضية، لكن ما انتبهنا لنقطة مهمة، التنمية في العالم، كل العالم في المجتمعات تقوم على الحريات، كلما كان المجتمع حر كلما أنتج. المجتمعات عندما تتعرض للتكسير وعندما تتعرض لمزيد من الحصار وعندما تتعرض للمنع والردع وكذا تفقد حيويتها، لا تستطيع أن تتحرك، لا الشباب ولا غير الشباب بينجزوا تحت يعني سيف مسلط عليهم أنه والله لازم تعمل كذا ولازم تعمل كذا، ونحن أوصياء عليك. هذه أخطر
صرخة يمكن أن توجه للمجتمع وخاصة الشباب. اليوم نقول لهم أنه إحنا أوصي عليكم، إحنا بنصنع لكم الحزب الفلاني والنقابة الفلانية وكذا. مسألة خطيرة يجب أن ننتبه إليها، ولا نضع الناس اليوم بين هذه الخيارات، بين هذه الثنائيات. أنا بقول أنه رغم كل هذا مجتمعنا في خامات نظيفة جدا من الكفاءات ومن الشباب القادرين على العمل اللي أنجزوا وأبدعوا، وفي عندنا مؤسسات إبداعية بتشتغل وكذا، يعني في عندنا خميرة، لكن تحتاج اليوم إلى من ينضجها، تحتاج إلى من يرعاها، تحتاج اليوم المبدعين يقولوا بتفضلوا يا أخوان. يعني أنا بستشهد بنادي في الإبداع بالكرك، خرج 27,000 طفل وشاب وكذا، اسمه نادي الإبداع الكرك في الكرك، بعرف الدكتور كذا. قبل يومين كان بده يغلق بعد كل هذه التجربة، 13 سنة وهو بيشتغل، ما حدا دعمه، ما حدا قدم له ولا دعم ولا ما فيش موارد. مثل هذه المؤسسات اليوم لازم نتوجه لها ونقول لهم احنا بدنا اياكم. الدولة لا تجفف ينابيع الإبداع، الدولة لا تجفف ينابيع الموهوبين، الدولة لا تجفف ينابيع الشباب اللي بيبحثوا عن الأمل. اليوم لما يكون عندنا مثل هذا الخطاب ومثل هذا التوجه، وبالمناسبة احنا الأردن، احنا الأردن الأقدر عليه، احنا الأردن اللي كنا نصدر النخب وكنا نصدر الأساتذة للجامعات وكنا نصدر الكفاءات هذه، لا نعجز. لكن بتمنى انه اليوم خطابنا يصل للمسؤولين. يعني كل حكينا اليوم لا قيمة له إلا إذا وجد من ينفذه، من يستمع له، من يصغي له، من يعتقد بإيمانه أنه هذا البلد بلدنا كلنا، أنه ما في إقصاء ولا في واحد وطني ولا وثاني لا وطني. مثل هذا الخطاب اليوم إحنا بنحاجة له أن نتحول أيضا من مجتمع الجدل ومجتمع الانقسامات إلى مجتمع نشعر فيه أن كنا أردنيين. كويس، بس هذا المجتمع فيه له أيديولوجية وطنية محددة، فيه له هوية محددة. اليوم أنت بتطلب مني أنه أنا أروح على نخب، عندي نخب، روح اصنع نخب يا مؤسسات الدولة، أعطوا الحرية للجميع حتى تزداد التنمية. طيب في عنا أيديولوجية وطنية محددة، عنا هوية وطنية يعني محددة، أعتقد نعرف يعني إحنا وين رايحين، يعني يفترض أنه موجودة ولازم تكون واضحة في ذهن النخب بالذات، لأنها هي القيادية وهي المؤثرة. يعني في دولة عمرها 100 سنة بكل ما أنجزته، بكل ما تعرضت له من تحديات، بكل ما تجاوزته من صعاب، بكل ما خلقته من احترام في العالم، بكل ما حققته من إنجازات داخل الوطن وخارج الوطن، هذا المفهوم لهوية وطنية أردنية أعتقد أنه موجود، وعندنا يعني قواسم مشتركة، عندنا ثوابت وطنية، عندنا برضو تاريخ طويل بنعتز فيه وبنمضي عليه. وأعتقد واضحة أنه اليوم احنا ما هي اهداف الدولة الاردنية وما هي مساراتنا، ما هي مستقبلنا. دولة بتعرض الى تحديات كثيرة، دولة عندها مشروع برضو اصلاحي. طب ذلك توحيد الصف الداخلي يا سيدي، التنوع موجود، بيظل موجود التنوع موجود، لكن في ثوابت احنا مشتركة، هذه ثوابتنا الدستورية، ثوابت العرش، ثوابت الوطن، المصلحة الوطنية العليا. انا ما بتحدث عن هذه موجودة. الثوابت، انا اتحدث موجودة. على احنا عندنا تحديات وحدودنا مع بؤر ساخنة. جيد، هاي هاي مش بحاجة تريح الناس حتى الناس على أقل تقدير يعني تتوحد. دائما وأبدا، دائما وأبدا احنا بحاجة إلى مزيد من الحرية، مزيد من الديمقراطية، مزيد من الثقة بشعبنا، وأنه هذا الشعب يعني أثبت عبر مسيرة 100 سنة الماضية أنه دائما يقف إلى جانب الدولة وإلى جانب المصلحة الوطنية العليا، ودائما ما راهنوا الأردنيين ولا قايضوا ولا بايعوا في يعني في موضوع المصلحة العامة والمصلحة واستقرار الدولة والهوية الوطنية والمؤسسات والدستور الذي يعني ينتظم فيه الجميع. فبالتالي ما عندنا مخاوف احنا من ان مزيد من الحريه سيؤدي الى يعني الى اشكالات. بالعكس، انا اعتقد بانه مزيد من الحريه هي مزيد من الثقه، ثقه المواطن بنفسه، ثقته ببلده، ثقته بمستقبل هذا البلد. وهذه الثقه ضروريه عشان الناس تقدم ما عندها.
طيب. لأنه زعزعة هذه الثقة تجعل الناس سلبيين وغير قادرين على أنهم يعطوا كل ما لديهم، ولدينا الكثير لنقدمه كأردنيين. تفضل. طيب كويس. النخب لحد الآن مش عارف وين الأيديولوجية الوطنية أو الهوية الوطنية اللي قاعد تشتغل عليها، كل واحد بيشتغل على ذراعه. إما معارض صوت عالي. صحيح. أو موالي للحكومات. صحيح. الفرز هذا. بدنا نضلنا نفرز. أنا بعتقد إنه إحنا بحاجة اليوم زي ما قلت لك إن نعيد كثير من المسلمات وكثير من اللي صار في بلادنا. طيب. إحنا كثير غبنا، يعني غبنا عن يعني مراجعة محضر. الوحدة الوطنية اللي هي بتشكل عصب الهوية الأردنية، أنا بعتقد إنها كنزنا الاستراتيجي. أي عبث اليوم، تتذكر يعني لما صارت يعني لجنة التحديث وطلعت مسألة الهوية الجامعة، صحيح، وصار في جدل شو هوية الأردنية، هوية جامعة ولا هوية وطنية ولا هوية وطنية ولا هوية أردنية، وبجوز حكينا في الموضوع وقلنا إنه هنالك هوية أردنية نقطة، جامعة ما كل الهويات جامعة، ما في هوية بتقول هوية تفرق، الهويات هي التي تجمع، وبالتالي مش بحاجة إلى الإضافة هون. إحنا بنقول اليوم بس إنه لازم يكون في نقاشات. أنا بتفهم كل تخوفاتك وكل هواجس المواطنين اليوم لما بصير عندنا مباراة في أحد الاستراتيجيات، واحد بطلع شعار زي هيك، واحد بطلع يعني حكي، وفي محاولات للدس اليوم، وراح تكون في المستقبل أكثر بالمناسبة. ليش بشير إلى إنه في عندنا تحديات قادمة؟ بكرة لا سمح الله إذا كان إفرازات في يعني فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بالزيد عندنا مثل هذه الطروحات ومثل هذه المحاولات للعبث بالنواميس الوطنية. هنا الخطورة اللي لازم نتوجه. وليش بنقول إحنا مشروع التحديث السياسي اليوم هو الذي ينقلنا إلى دولة المواطنة وإلى دولة الوحدة الوطنية، ولا إنه مش يقولوا فلان والفلان؟ إحنا بنحكي هذا لأننا مستبصرين القادم في الأردن، وبالتالي يجب أن نحتاط اليوم ونوحد خطابنا ونقول إنه عندنا مش بالكلام أستاذ عامر، بالفعل في جهات اليوم سواء كانت في داخل الأردن أو خارج الأردن تعمل على الدس في الهوية الوطنية، وإنه هذا من هذا الأصل، وهذا اليوم لازم أنت الجبهة الداخلية. قلت لك خيارنا الاستراتيجي اليوم نوحد جبهتنا الداخلية. إذا ما كانت جبهتنا الداخلية، وإحنا اعتبرنا لما صار عندنا الإرهاب ولما كذا، لولا كانت جبهتنا الداخلية موحدة، والدول اليوم اللي بتضيع والعواصم اللي بتسقط ليش؟ لأنه جبهتها الداخلية ما في، انهارت بسرعة وفجأة وما حدا دري ليش انهارت وكيف انهارت. شكرا جزيلا تاع وقت البرنامج ولم ينتهي الحديث. لا. شكرا للكاتب الصحفي الاستاذ حسين رواد، شكرا موصول الاستاذ التاريخ والحضاره في جامعه حسين التقنيه دكتور حسام، شكرا لكم لحضوركم، دمتم بخير، التقيكم بعد في لحظه. شكرا سيدي، الله يسعدك، شكرا.